بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس الابتدائي، إزيكم عاملين إيه؟ أتمنى أن تكونوا بخير بقى. Amazing Artifacts، القطع الأثرية رائعة، يونس ستيفن. الكيف وكعب الكائنات الأثرية، A Visit to Museum، الزيارة إلى المتحف. Gold ذهب، Granite جرانيت، Glass زجاج، Clay صلصال أو الطمع. Artifacts، قطع أثرية، durable متين، valuable ذو قيمة أو قيم، materials مواد الخام. fascinating معناه رائع أو مدهش، boot معناه إناء، climate مناخ، papyrus نبات البرد. reason سبب، student طالب، dry جاف، picture صورة، the museum of ancient history متحف التاريخ القديم، eagle نس، certain مؤكد أو محدد أو معين، excited متحمس، with مبلل أو راتب، visit زيارة، guide مرشد، طعم وباك إن البي فيها silent ما بتنطقش، smash tomb smart طعم معناها مقبرة، exciting مثير، interesting شيق، hard صعب أو صلب، damage أو damaged معناها تالف، وstone معناها حجر. أفعال بيرسيرف معناها يحفظ، بيرسيرف حفظ في الماضي، لاست يستمر، لاست استمر في الماضي، دامج يتلف، دامج معناها دافع في الماضي. نو يعرف طبعا كيف يا سالنت نيو عارفة، فايند يجد، فاوند وجد، بيلد يبني، بيلت بنى، هير يسمع، هيرد سمع. كويز choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, when something is not, we can't break it down. Durable. عندما يكون حاجة جديدة مبنقدرش نكسرها. Number two, when we cannot food in the fridge. ممكن الطعام حاجة في الثلاجة أكيد نحفظه. Be reserved. Number three, this ring is made of gold. هذا خاتم مصنوع من الذهب. So it is valuable. لذلك هو قيم. Number four, the note tells the visitors exciting information about the ancient Egyptian artifacts. حد بيخبر السياح عن الأماكن الأثرية، معلومات عن القطع الأثرية وهكذا، أكيد طبعا الجايد المرشد السياحي. مش في reading why are تامر and تمارا at the museum. ليه تامر وتمارا في المتحف؟ Good morning and welcome to the museum of ancient history. My name is Mr. Tar and I am your guide today. مرحبا بك في متحف التاريخ القديم، وانا المرشد السياحي بتاعكم اسمه طارق. Good morning Mr. Tar. I am Tamir and this is my sister Tamara. انا اسمي تامر ودي اخت تمارا. We are students at Egyptian Eagle Primary School. احنا في طلاب في مدرسة النسر المصري الابتدائية. And these are our parents. وهؤلاء او ها هما والدينا. We are excited to learn more about ancient Egyptian artifacts. نحن متحمسون لمعرفة عن القطع الأثرية المصرية القديمة. Great. What would you like to know? ماذا تريد أن تعرف؟ Well, first of all, why do we have so many artifacts? لماذا لدينا كثير من القطع الأثرية؟ That's an interesting question. ده سؤال جميل جدا. One reason is the climate. واحد من الأسباب هو climate المناخ. We have a hot, dry climate here in Egypt. عندنا مناخ جاف وحار في مصر. So artifacts aren't damaged. عشان كده القطع الأثرية ما بتدمرش. By cold and wet weather. بسبب الطقس البارد والرطب. This helps to preserve them. هذا بيساعد على حفظهم. The ancient Egyptian also know that certain materials could last a long time. كمان هو عارف إن القطع الأثرية المفروض تستمر وقت طويل. That's why they built the pyramids with granite. عشان كده هم بنوا الأهرامات بالجرانيت. A very hard and durable stone هو قطع أثرية أو هو بيكون حجر جرانيت، هو حجر شديد الصلابة والمتانة. That's fascinating. هذا رائع. What other materials did they use? إيه المواد الأخرى اللي هم استخدموها؟ They used a lot of glass. زجاج which lasts forever بيستمر للأبد. They also used
كلي كمان يستخدموا الصلصال which is found close to the river Nile اللي لقوها بجانب نهر النيل to make boots علشان يصنعوا منها الأواني الفخارية. I also hear they used a lot of gold in Tutankhamun tomb. كمان أنا سمعت إن المصريين القدماء استخدموا كثير من الذهب في مقبرة توت عنخ آمون. Yes, the ancient Egyptians liked to use gold because it is valuable, but it is also very durable. كان المصري القديم يستخدم الكثير من الذهب لأنه غالي أو ثمين، ولكن أيضا هو متين، ذو متانة غالية جدا. When they covered artifacts in gold لما كان بيغطوا بعض القطع الأثرية بالذهب they kept them in a good condition بيحفظوها في حالة كويسة. I am happy about that. It's exciting to enjoy the things they made. أنا سعيد بذلك من رأى استمتاع بالأشياء التي صنعوها. General exercise number one. Choose the correct answer from A, B, C, or D. We have a hot dry عندنا a hot dry climate مناخ جاف. Number two. The note shows us the historical places on our trip. حد بوعينا الأماكن في الرحلة بتاعتنا أكيد يبقى الجايد مش السياح. Number three. Space is a very hard حاجة بتكون صلب and durable stone وحاجة durable متين جرانيت. Number four. We kept fruits fresh by preserving them. احنا بنحفظ او بنحافظ على الخضروات والفاكهة في التلاجة preserving. السؤال الثالث read and complete the text with the words in the box. لازم تترجم الكلمات الاول بعد كده نحطها في مكانها الطبيعي. damaged تالف جرانيت جرانيت lost يستمر تم مقبرة hot يعني ساخن. من الاشياء كده كلها نمشي قبل النقط بكلمة او كلمتين زي ما عودتك. رقم واحد materials cold نقعد a long time الماتيريال حاجة وقت طويلة بتستمر last. number two يمشي قبليها the climate got really المناخ بيكون hot hard. number three أو بمشي قبليها artifacts aren't القطع الأثرية ما بتحصلهاش ايه damage ما بتتلفش. number four they used not to build pyramids سلموا حاجة يصنعوا بيها الأهرامات يبقى granite. خلصنا هنخش بعد كده في السؤال قطعة the materials is what something is made of القطع الأثرية أو المواد الخام هي حاجة بتصنع منها. There are a lot of materials in nature around us هناك العديد من المواد الخام حوالينا. One of these materials is clay واحد منهم الصلصال. Clay is a natural material which is found close the river Nile هي حاجة طبيعية بتوجد جنب نهر النيل. It comes from the river bank بتنادي من ضفاف النيل. We use clay to make boots بنستخدمها عشان نصنع بيها الأواني الفخارية. فازز الفازات and pottery الأواني الفخارية. Iron and gold are natural materials كمان عندنا الحديد والذهب هو من مواد الخام طبيعية. We can find them under the ground بالإمكان تحت الأرض. Rings الخواتم and necklace القلادة are made of gold بيصنعوا من الذهب. The ancient Egyptian also used a lot of gold. كمان المصري كان يستخدم العديد من الذهب. انت توت عنخ آمون طم في مقبرة توت عنخ آمون. Gold is an expensive material. هو حاجة غالية جدا. But it is also very durable. لكن هو متين. It can last a long time. بيستمر وقت طويل جدا. Gates, machines and cars are made of material أو metal. بيقول لك كمان ان البوابات والعربيات بتصنع من الميتال المعدن. رقم واحد The general idea of the text passage is about كده بتتكلم على اكيد طبعا الماتيريالز المواد الخام. نمبر 2 We get not from the river Nile river bank حاجه بنجيبها من نهر النيل الكلي صلصال. نمبر 3 The underlying word durable durable دي معناها قوي يبقى strong. What is material ما هي المواد الخام؟ قال لك في اول سطر material is what something is made of. Number four. Summarize the text in one sentence. لخص القطع كلها. Summarize معناها لخص. لخص القطع كلها في سطر واحد. لو بتتكلم على هنقول له there are a lot of materials in nature around us. دي ممكن تكون الإجابة. طيب تعالى كده نترجم سؤال رتب عشان نعرف نحله. Do معناها هل ما
لفعل مساعد، أو ممكن مش معنى هل لفعل مساعد عادي. why لماذا، we نحن، at factis معناها القطع الأثرية، وهاف يمتلك، سو ميني الكثير من. قال لك ابدأ بكلمة why، يعني قول له why لماذا، حط فعل مساعد على طول do، why do we على طول، لماذا نحن، إن دو من الأشياء الجمعية، لماذا نحن نمتلك الكثير من القطع الأثرية. اوكي، سؤال تاني، ميد صنع from من ذا انشنت قديم، جرانيت جرانيت ايجيبشنز المصريون، ذا بيراميدز الاهرامات، يبقى نقول له ذا انشنت ايجيبشنز المصريون القدماء ميد صنعوا، تمام، صنعوا ايه بقى، صنعوا البيراميدز الاهرامات from من الجرانيت. طيب نخش رقم ثلاثة، Egyptians المصريون، جولد ذهب، use يستخدم، like it أعجب أو يعجب، we ancient the ancient القديم، وto أن أو إلى. طيب خد بالك إن السؤال اللي رتب لازم نترجم، اللي بيرتب من غير ترجمة ترجمتك التركيبة غلط، التركيبة بترتب بشكل عشوائي. يعني قولوا the ancient Egyptians المصريون القدماء، like it بيحبوا، you to use to use ابن ما يستخدموا الجولد الذهب، تمام كده. كده بيتكلم على ancient Egyptians artifacts القطع الأثرية القديمة، هنكتبه في نهاية إن شاء الله، في نهاية التست في واحد تاني هنكتبه إن شاء الله في الآخر. اوكي طيب، listen to crocodile يعني تمساح، snake ثعبان، hippo فرس النهر، فلكون الصقر، بابون قرد بابون، مانكي قرد، ابس ابو منجل، رات معناها فأر. ويزدم معناها حكمة، جرين حبوب، ماميفايت معناها محنط، ستاتشوس تماثيل، بيسس افات او حيوانات ضارة، وبيتس حيوانات اليفة. خلينا في التمرين، هيدنجز عناوين، seeds بذور، فلور طقيق او دقيق يعني، difficult صعب، mammoth مميوات، save امن، especially خصوصا، save for من ثم، turtle سلحفة، knowledge وبلك ان كي سالا knowledge معرفة، dangerous خطير، almost تقريبا. trick معناها خدعة، after life الحياة الأخرى، popular محبوب أو مشهور، coming شائع، decisions قرارات. الأفعال other يحب بشدة، other حب بشدة، mummify محنط، mummified محنط، believe يؤمن أعتقد، believed أعتقد، produce ينتج، produced أنتج في الماضي، represent يوضح أو يمثل، represented وضحها أو مسافبك فائدة مهمة، keep يحافظ، keep تحافظة، became يصبح، become يصبح، became أصبح، teach يدرس، taught درس، grow up يكبر أو ينمو، grow up كبر أو نما، fall over يسقط، fall over سقط في الماضي. quick quiz، choose the correct answer from A B C or D. number one، there are many هناك عديد من النقط، in the museum أكيد طبعا الستاتيوز التماثيل في المتحف. number two old people الناس الكبيرة في السن، have النقط أكيد طبعا نترك الويزدم الحكمة. number three the ancient Egyptians المصريين القدماء، used to سلموا حاجة، different things to preserve them أكيد طبعا mummify معناها التحنيط. falcons and not are different kind of birds حاجة من، والفلكون الفلكون الصقر بيكون من الطيور أكيد طبعا الإبس معناها حيوان أبو منجل. ما هي الحيوانات عند مصر القديم؟ what was the ancient Egyptian favorite animal ما هو الحيوان المفضل عند مصر القديم؟ the ancient Egyptian loved animals and kept many as pets مصر القديم كانوا يحبون الحيوانات واحتفظوا بالعديد منها كحيوانات أليفة as pets. They particularly adored cats خصوصا بيحبوا القطط. And there was a cat in almost every house كان في قطة في كل بيت تقريبا. The ancient Egyptian believed that cats looked after them and kept them safe إن هو كان بيعتقد إن القطط دي بتعتني بيهم
وبتخليهم آمنين. They were also good beats because they cleaned themselves and kept the houses free of beasts like rats and snakes. كمان ذكر مصر القديم من قطط تعتني بهم، وكمان المصري القديم قال لك الحيوانات الأليفة دي بيحافظون على المنازل خالية من حيوانات الضرة زي الفئران والثعابين. إيه؟ وكمان بينضفوا نفسهم. This was particularly important for farmers، خصوصا هم كويسين جدا خصوصا للفلاحين. Who produced a lot of grain، اللي بينتج العديد من الإيه الحبوب. The rats didn't eat the grain because the cats ate the rats. ما بيقدروش ياكلوا الفئران الصغيرة دي، ما بتاكلش الحبوب ان القطط بتاكلهم. What other animal did the ancient Egyptian keep؟ مين الحيوانات الاخرى اللي تقام المصري القديم بتربيتها؟ As well as cats many people kept monkeys and baboons، بالاضافة الى القطط قام العديد من الناس في مصر القديمة بتربية القرود، وكمان عندنا قرد البابون. Some people even kept crocodiles، بعض منهم كمان هو كان بتربية crocodiles. Hippos and lions، وكمان بالهيبو اللي هو بنسميه اللهم صل على النبي، لا بنسميه فرس النهر، وكمان الاسود. Which were dangerous and difficult to look after، وان هو صعب جدا في الاعتناء بها او انك تربيه اصلا. They weren't popular beasts، وهي لم تكن حيوانات اليفه محبوبه. Did the ancient Egyptian keep birds as beasts as well؟ هل كان المصريون القدماء بتربية الطيور أيضا كحيوانات أليفة؟ Yes they did، أيوة. The ancient Egyptian loved birds too، أيضا حب البيردز الطيور، especially falcons and the ibis، وكمان خصوصا الصقر وحيوان أبو منجل. Which represented wisdom، اللي بيمثل الوزدم الإيه؟ بنسميه الحكمة. There are thousands of mummified ibis in Saqqara alone، وكمان وجدوا العديد من أو الآلاف من حيوان أبو منجل محنط فيه منطقة الصقارة. All these beasts weren't only important for the ancient Egyptian everyday life، يعني مش فقط بس مهمة في حياة المصري القديم أو في حياة كل مصري القديم. They were also important in afterlife، وكمان هي مهمة في الحياة الأخرى اللي هي بعد ما مات. It is therefore common to find mummified beasts and statues of animal in the tombs، وإنه كان من المشهور إنتاج الحيوانات محنطة وبعض الحيوانات المحنطة في المقابر المصرية القديمة. عندك الجامعة بتاعي بيتكلم عن حاجة اسمها الباص سيمبل، أنا هشرحه من وقت مش من كتاب. الباص سيمبل هو things that happen in the past and finished، هو شيء حدث في الماضي وانتهى. هذا خدته في الترم الأولاني، أنا بس بنذكرك بيه إن الماضي البسيط هو بيعبر عن حاجة حصلت في الماضي وانتهت، بيتكون من التصريف التاني للفعل بإضافة الدي والإي دي والأي إي دي للفعل. الدي بضيفها للفعل لما يكون نهايته الإي، وبضيف الإي دي لما يكون فعلا نهايته السي اتش والإس اتش والإس اس واخو واي بس قبل الواي حرف متحرك زي فعل بليد، والاي دي بضيفه للفعل لما يكون نهايته واي بس قبل الواي لازم يكون في حرف ساكن زي فعل مثلا كراي. يبقى اذا زي فعل بلاي مثلا بليد، واتش واتشد، وهكذا يلعب لعبه ويشاهد شاهده. ولكن في عندي افعال بتحفظ زي ما هي اسمها irregular verbs، افعال غير منتظمه. دي افعال ما بتاخدش الدي والاي دي عشان يجيب منها مواد، لا دي بتحول لشكل تاني زي فعل سي يا سو را، جو يذهب وانت ذهبه، تيك يأخذ توك أخذ، وين يفوز وان فاز، إذ يكون ووس كان، آر معنى يكون وير كانوا، وباي يشتري بوت اشترى. الماضي البسيط كنا بنسأل عليه كويتش بتاعه، بنسأل عليه بديد، وديد بيجي بعديها الفعل في المصدر يعني بدون إضافة ليه، ولو كان في الماضي برجعه لأصله. إيه كمان دل على الماضي؟ لو حضرتك متذكر معايا حفظته لنا قلت لك لاست يصدي وأجو وين ذا باست. تاني last yesterday or ago in the past، last معناها السابق، the last week last year وهكذا. yesterday معناها امس، ago معناها منذ، وكلمه in the past في الماضي. ايه الكلمات دي؟ هي الكلمات دي فقط بتدل على الزمن، لكن ليس لها هدف اكتر من كده، بتدل على الزمن، بتعرفك ان الزمن ده في الماضي البسيط. نخش بعد كده في الحل على الماضي البسيط. رقم واحد اي نقط، قال لك ان بلاي غلط. football after قول يا صدي، طبعا قال لك ان بلاي غاز نخليها بليد لعبه عشان في كلمه داله على الماضي، كلمه يا صدي. رقم 2 لاست مانث، اي كلمه لاست بتدل على الماضي، فطبعا هنجيب الماضي من فعل باي هتحفظه هتلاقي اسمه ايه، بوت اشترى. نمبر 3 ذا صدي، امبارح برضه بتدل على الماضي، ولكن في هنا قبل النقط didn't، عمر didn't، مكان فعل كيم
اللي هو الماضي اللي هو معناه أتى، لا هجيب مصدر بتاع عشان قبليه كلمة didn't يبقى come. نمبر 4 النقط you go out last، last دول على الماضي، ده على الماضي بنسأل عليه did مش be do. نمبر 5 where space was you born، طبعا مكان was هنحط where لأن عندك الضمير بتاعك you أنت ده جمع مش مفرد. نمبر 6 نقط نوها at whom last، last بيدل على الماضي فطبعا هنحط مكان where، هنحط مكانها was لأن ده نوها دي مفرد. نمبر 7 what space do you do 3 hours ago، طبعا ago بيدل على الماضي فنسأل بديد مش بدو. نمبر 8 did the ancient Egyptian، هل المصري القديم طبعا did بيخلف فعل بينزل في المصدر يبقى keep وليس kept. نمبر 9 I not up in Alexandria I go، جو معناها في الماضي يعني up in Cairo، بيقول لك انا ما تربيتش او ما كبرتش في اسكندريه فننفي في الماضي بحاجه اسمها didn't go up، هنقول له didn't go في المصدر. اوكي نمبر 10 خلاص حفظنا مصر من لها كلمة was، نحط مكانها where وعندك الكلمة الدالة في الآخر أهو كلمة يصل دي وعشان الضمير عندك كان where. نمبر 11 did you، ده طبعا did بيجي فعل في المصدر فهنخليها have وليس had. 12 I أنا space go to الأزهر park 2 days ago، ago على الزمن الماضي فمكان فعل جو خليها ذهب في الماضي went. 13 we know at have a lot of work يصدي، يصدي بدل على الماضي فمكان have هنخليها الهاد الماضي بتاع الهاف مع الامتلكة. 14 where you born in Giza no I، خلاص حفظنا ان مكان كلمة where نحط was عشان I ده مفرد. ايه 15 did they visit the museum، هل هم زاروا المتحف last weekend no they، طبعا بدل no لازم انفي الجملة هتبقى didn't. تعال نختار بعد كده رقم 1 it not heavily يصدي، يصدي بدل على الماضي فاخد اللي فيها الاي دي يبقى rent. نمبر 2 why not you finish your homework او English homework last، طبعا last دل على الماضي تبقى didn't، هننفي didn't. نمبر 3 my family and I not in Aswan when I was young، يبقى lived بجيب لك when I was young عندما كنت صغيرا يبقى عايشة في الماضي. when did they، طبعا did بيجي فيها في المصدر تبقى في lie. نمبر 5 space he tired after the long trip yes he was، لو انت يعني لاحظت هتلاقي جاوبك هناك بكلمة was هنسأل برضه ايه بوز. وده كده كان شرح زمن الماضي البسيط. تعال نحل general exercise on lesson 2 choose the correct answer from A B C or D. cats hunt الكات القطط بتصطاد اكيد rats. نمبر 2 rats معناها الفئران الصغيرة. this knot is made of gold، حاجة مصنوعة من الذهب يبقى necklace العقد. رقم 3 the knot is my favorite bird، حاجة بيكون طائر مفضل يبقى فلكون الصقر. نمبر 4 farmers produce a lot of، الفلاحون بينتجوا العديد من الجرين الحبوب every كل سنة. السؤال اللي بعديه هنترجم بيت أليفة ماميفايد محنط فلاكونز معناها الصقور جرين معناها الحبوب وتامس معناها المقابر. نخش في رقم 1 زي ما اتعودنا especially نقط and the ibis يبقى especially فلاكون خصوصا الفلاكون والابس. نمبر 2 نمشي قبليها thousand of العديد من او الاف من المحنطين الماميفايد ابس. نمبر 3 بمشي قبليها كلمه نقطه او اثنين all this كل هؤلاء النقط weren't only important، كل هؤلاء البيتس الحيوانات الأليفة فقط ليست مهمة في الحياة دي. نمبر 4 animal إنزال حيوانات بيكون في تمس المقابر. طيب في حد يقول لي مستر طب ما تترجم القطعة كلها، لا لا ترجم القطعة كلها بالنسبة لك أنت تكون صعبة جدا. ليه؟ أنا يعني بحاول أديك الحاجة السهلة لأن صعبة بالنسبة لك أنت تترجم ده كله وأنت بتترجم هتلاقي حاجات وقفت معاك. فتمشي قبل النقط كلمة أو كلمتين وبعديها كلمة أو كلمتين وحط كلمة مناسبة. تعال نقرأ القطعة The ancient Egyptian loved animals and kept many as pets. طبعا دي كده قرأناها من شوية في ريدنج إن المصري القديم بيحب الحاجة الأليفة وبيربيهم زي القطط وهكذا، فهو هيبدأ يحكي لك عن اللي قرأناه من شوية. تعال نخش هنشوف الحل.
ذا مين ايديا اوف ذا تكست از القطعه الاساسيه بتتكلم على الايه البيس حيوانات الاليفه. ذا اندرلاين وورد ادول ادول لما تيجي تحفظهم في الافعال معناها يحب جدا معناها لاف. فارمرز نيدز كات الفلاحين بيحتاجوا القطط تو سيف ان هم يحميهم ذا يحميهم يحميهم يحموا الايه الجرين الحبوب بتاعتهم. سمار ذا فيرست باراجراف ان وان سنتنس لخص الباراجراف الاولاني في سطر واحد او ذا انشنت ايجيبشن لافد انيمالز اند كيبت ميني از بيتس. دي الاجابه عندك. Why were cats good pets in ancient Egypt? In ancient Egypt, ليه القطط هي حاجة مهمة في مصر القديمة؟ قايل لكم because they cleaned themselves and kept the houses free. وتقعد تكمل لحد كلمة إيه سناك. نخش بعد كده في السؤال بتاع رتب هنترجم من الأول وبعد كده نرتب. Egyptians المصريون was كان أنا من الحيوانات what ما أو ماذا The ancient معناها قديم favorite معناها مفضل. فهنقول له أول حاجة what قال لك ابدأ بكلمة what حط هتشوف فعل المساعد بتاعك what was ماذا كان what was the ancient Egyptians Egyptian saw favorite animal. ما هو الحيوان المفضل عند المصري القديم؟ دي كانت الإجابة الإيه الصحيحة. نمبر 2 هنترجم برضه look it بتيجي على كلمة after look after هتعمل بيه their هم the ancient their طبعا بتيجي معناها حاجة ملكية يعني the ancient قديم after قلناها beats حاجات أليفة وفي Egyptian معناها المصريون. هنقول the ancient Egyptian the ancient Egyptian looked after كان بيعتنوا بيه the beats بيعتنوا بيه حياتهم الأليفة. تمام كده؟ كده على جنب عشان تشوفها. نمبر 3 found معنى وجد بيت حيوانات أليفة زي هم إن في ممفايد محنط ستنبذ المقابر. هنقول له زي هم وجدوا حط الفعل على طول found وجدوا وجدوا إيه بقى؟ حيوانات محنطة ممفايد بيت حيوانات محنطة إن ذا تامبس في المقابر. السؤال اللي بعديه زي نوت كيب قال لك الفعل كيب غلط زكات ان زكيت يا صديق صديق بتدل على الماضي يبقى كيب مش عندنا كيب هتحول لكيبت الماضي معناها زي هم حفظوا القطط. ديد يو ديد بيبقى فعل في المصدر فطبعا مكان فعل فاوند نخليها فايند. البنك تويت اللي عامل تركيم هنعمل اول حاجه الاي كابيتال ونعمل اتش بتاعت الهي كابيتال وفي الاخر عندنا نحط فول ستوب. تعال نكتب الباراجراف ده مع بعضينا. الانيمالز ان انشنت ايجيبت الحيوانات من مصر القديم. هقول له اهو هقول له الانشنت ايجيبشنز مصريين القدماء كيبت ربوا كاتس القطط اند كروكودايل هبو طبعا بقول لك اللي هم ربوها وكمان عندنا ربوا القطط قط القطط والتماسيح والهبوس اللي هو فرس النهر والفلاكونز فلاكون وكمان ربوا الابس وكمان ربوا ايه تاني ربوا السناكس التعبين. ده كلها الحاجات اللي ربوها المصري القديم. تمام؟ طيب هنقول له ان زي طبعا انت عندك في الابتدائي هتكتب جنب بعض مش شرط بعض المنظر عشان ده هو القلم الكيبورد هو بينزل كده زي
loved they loved to keep cats كان بيحبوا يربوا الحيوانات because لأنهم they believed اعتقدوا the cat clean themselves اعتقدوا ان القطط بتنظف نفسها and can protect او can save ممكن يحموا their grain الحبوب بتاعتهم أو الكاتس القطط hunt بتصطاد الراتس and السناكس القطط بتصطاد الراتس الفئران الصغيرة وكمان السناكس التعابين تمام كده هقول له الفارمرز الفلاحون love to keep cats in their house الفلاحون بيحبوا يربوا القطط في بيوتهم تمام كده يعني دي كده الحيوانات اللي هم ربوها ممكن انت تكتب عن حاجة اكتر من كده هتكتب عن حيوانات تانية وطبعا ممكن تكتب عن الكروكودايلز وهكذا اوكي Lesson 3 الكيف وكاب كلمات أساسية بتاعتك Trade معناها يتاجر أو تجارة Metal معدن Tears دموع Weapon سلاح Economy اقتصاد Daughter طبعا الجي اتش فيها silent معناها ابنة Castle قلعة بعض الاس فيها أنا آسف التي فيها هي اللي silent Golden Touch اللمسة الذهبية Strange looking good عنزة غريبة المظهر presentation عرض تقديمي fighting قتال jewelry مجوهرات beard لحية rose garden حديقة ورود decoration معناها زينة silver معدن tools أدوات art أعمال فنية chain ذقن precious ثمين أو نفيس reward مكافأة iron حديد craftsman حرفيون ماسك قناع لاينز خطوط وش يتمنى والاكثر ندره صفه افعال ملت يذوب ملت الذئبه فورم يشكل فورم متشكله سيلبريت يحتفل سيلبريت احتفل هاج يعانق او يحضن هانت يصطاد هانتد ديفلوب يطور ديفلوبد و هيت يسخن هيتد سخن سيل يبيع سولد باع لوس يخسر لوس خسر فيل يشعر فيلت شعر ليف يغادر ليفت غادر باي يشتري بوت اشتر نخش بعد كده نشوف ال reading بتاعنا The King Midas and the Golden Touch الملك ميداس واللمسة الذهبية من years ago they lived a king called King Midas في يوم من الأيام كان عايش ملك يدعى ميداس He loved the three things more than anything else. كان بيحب ثلاث حاجات أفضل من أي شيء تاني. His daughter Marigold. بنته اسمها Marigold. His rose garden والزهور بتاع الحديقة بتاعته. And the gold والذهب. The silver thing was to spend time in his garden with Marigold. أفضل حاجة كان إن هو يقضي أجازته في الحديقة مع بنته اسمها Marigold. But he also liked to look at all the gold in his castle. لكن أيضا كان بيحب ينظر إلى كل الذهب بتاعه في القلعة. One night في ليلة he was walking in his garden when he tripped over something on the ground. في يوم من الأيام كان يسير في حديقته ولقى أو تعصب في شيء على الأرض. It was a strange looking goat. كانت معزة غريبة الشكل. It looked very sick. كان يبدو أنها تعبانة جدا.
King Midas was a kind man. كان رجل عطوف. So he took the goat into his castle. ولكن خدها دخلها القلعة بتاعته. King Midas was a kind man. قلنا his castle there. He gave it food and a warm bed. إداها طعام وسرير دافئ. In the morning the goat felt much better. في اليوم الثاني شعر بالتحسن. ذا ميدل بقى منتصف القصة. I would like to thank you. أنا عايز أشكرك كينج ميداس. طبعا قال كده مين؟ سيد ذا جود المعزة. What would you like more than anything else in the world؟ إيه أكتر شيء أنت بتحبه في العالم؟ كينج ميداس thought for a minute. فكر مدة دقيقة. Then said. بعد كده قال I would like everything I touch to turn into gold. أنا أحب أي شيء ألمسه يتحول لذهب. Ok. Said the goat. قالت الميزة تمام. And made the king's wish come true. خلت الأمنية بتاعته تبقى حقيقة. King Midas was very excited. كان متحمس جدا. After the goat left. بعد ما الميزة مشيت. He walked around the castle. مشى حوالين القلعة. King Midas was very excited. After the goat left. He walked around the castle. When he touched a chair. لما لمس كرسي. It turned to gold. اتحول لذهب. الكرسي حول ذهب. When he touched his bed لما لمس السرير بتاعه it turned to gold too اتحول لذهب أيضا. To celebrate عشان يحتفل كده he asked for special meals قال لهم اعملوا لي وجبة كويسة. But when he touched the food لما لمس الأكل he couldn't eat it because it turned to gold ما عرفش ياكل يتحول برضه لذهب. Then he went outside into the garden to find marigold. Marigold when he hugged her she also turned to gold. ايضا لما جه حضن بنته تحولت لذهب. The end النهاية. King Midas started crying بدأ يبكي ويعيط. Please come back بعد اذنك تعالى تاني. Good يا معزة. He said I can't lose my gold. مش قادر استغنى او انا مش هقدر ان انا افقد بنتي. His tears fell on his precious roses and they turned to gold. وكمان هو بيعيط دموعه نزلت على الزهور برضه تحولت لذهب. But he didn't care about roses or gold anymore. لكن هو مش مهتم بالزهور او الذهب ايا كان. He just wanted to save his daughter. ولكن هو عاوز يحمي بنته او ينقذ بنته. The goat heard King Midas and intended to change everything back to how it was before. المعزة سمعته ورجع عشان ترجع كل شيء عما كان عليه من قبل. Thank you so much. King Midas قال لها شكرا ليك جدا. I will never think gold is so important again. مش هفكر ان الدهب تاني بهذه الاهميه. The moral of this story المغزى بقى من القصه your family is more important than money. ان عيلتك اهم من المال. And the material things وكمان الاشياء الماديه. الجمل التاني اللي عندك برضه في الوحده دي بيتكلم على حاجه اسمها البروبوزيشن حروف الجر. ودي كانت عندك في سنة رابعة ابتدائي اللي هو الأون على إن يعني في أندر يعني تحت ونكست تو يعني بجانب بتوين بين وبيهايند خلف وإن فرونت أوف أمام. يلا نحل مع بعضينا. رقم واحد The library is not to the computer room. طبعا هنا library هنحط بالك حتى كلمة تو يبقى نحط كلمة اللي هو حرف الجر نكست تو. نمبر تو The boy is hiding الولد مستخبي not front the tree أكيد مستخبي ورا الشجرة يبقى behind خلف. نمبر 3 the teacher's desk is الديسك بتاع المدرس او المكتب بتاع المدرس نقط the board and the window ما بين كل من البورد السبوره والويندو شباك يبقى between ما بين. نمبر 4 the television is اكيد ما مش on اسمها in front of امام تلفزيون امام الايه كاوتش الكنبه. رقم 5 The calendar is next ما اسمهاش off اسمها next to. رقم 6 There is a photo هناك صورة نقط the wall اسمها on the wall على الحيطة مش in the wall. رقم 7 There are many animals هناك العديد من الحيوانات نقط the forest يبقى in the forest في الغاب in. رقم 8 There are some trees هناك بعض الأشجار in front اسمها front of بالإف واحد مش بدبل إف أمام.
General exercise تنحل التمرين ده. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, the ancient Egyptian needed المصريين كانوا بيحتاجون حاجة to hunt animals محتاجين weapons عشان يصطادوا بيها الحيوانات. Number two, gold was popular metal for making الذهب أو حاجة مهمة لصناعة أكيد طبعا الجولة المجوهرات. Number three, نقط means buying and selling حاجة معناها الشراء والبيع يبقى trading التجارة. Number four, the princess is the king's البنت الأميرة دي هي مين بنت الملك يبقى daughter. Read and complete the text with the words in the box. Mask قناع green يعني حبوب make يعني سناك يعني ثعبان طم يعني مقبرة وات فاكتس معناها كده الأثرية. رقم واحد يمشي قبليها one of the most beautiful نقط from واحدة من أحسن artifacts كده الأثرية. Number two نمشي قبليها it was found in his إنها وجدت فيه الطم المقبرة. Number three the knot is gold حاجة بتكون قناع with blue lines between gold lines يبقى ممكن نقول الماسك القناع. Number four there is also a knot on the top هناك أيضا حاجة في المنطقة العلوة المنطقة العلوية يبقى السناك. القطعة The ancient Egyptian built the pyramids many years ago. مصر القديم بنى الأهرامات من سنوات عديدة. The pyramids are big. أهرامات كبيرة. All the buildings shaped like triangles. وهي شبيهة للمثلث. Triangle يعني المثلث. They were made by clever people a very long time ago. بنيت منذ سنوات عديدة عن طريق ناس clever أذكياء. The pyramids of Giza in Egypt are very famous. هي مشهورة جدا في الجيزة. They were built at special times for important kings and queens. هي بنيت كحاجة خاصة كمقابر خاصة للملوك والإمارات الأميرة يعني. These pyramids are still standing today. ما زال موجودين حتى الآن. And many people visit them because the ancient Egyptian built them with granite. A very hard stone. ما زال لسه الناس بتزورهم إن هو مبنية من الجرانيت الحاجة قوية جدا. رقم واحد. The main idea of the text passage كانت بتتكلم عن ايه؟ واضحة جدا ان هي بتتكلم عن الايه؟ البيراميدز. Number two, special day, the underline word special معناها ايه؟ معناها unusual غير عادية. The pyramids of Giza are in اهرامات الجيزة بتكون فين؟ Egypt. What do the pyramids look like؟ الاهرامات شبيهة لايه؟ قال لك هو فوق شبيهة للايه؟ triangulate اللي هو كانت عبارة عن مثلث. Number five طبعا دي هتبقى 4 مش 3. نمبر 5 why were the pyramids built لماذا بنيت الاهرامات؟ طبعا هو قال لك اهو built as لكي special times for important kings and queens. رقم 5 طبعا كده نبدا نحل السؤال. رتب of ما يعني ملكيه ان يعني في is يعني يكون فالمساعد front امام house يعني منزل وذا تريز الشجره نقول ذا تري نحط فعل المساعد بعد كده is نكتبها افضل هنقول له كده اهو the tree is in front of my house الشجرة بتكون امام الايه البيت. نمبر 2 make يصنع use your stadium tools ادوات to معناها ان او الى زي هم مثل المعدن هنقول له زي هم حطوا كده الفعل used to بيستخدموا الميتال used to metal أو used metal to make tools دي كده الإجابة الصحيحة هم استخدموا المعدن لكي يصنعوا ايه الأدوات. بعد كده السؤال بعديه تعالى نترجم الأول بعد كده نشوف الموضوع. ووز يعني كان أراوند يعني حول ذا كينج الملك ووكينج يعني المشي وذا يعني ال وكاس يعني القلعة هنقول له ذا كينج الملك ووز ووكينج كان يمشي around بيمشي حول
الإيه ذا كاسل القلعة. خش بعد كده في السؤال اللي بعديه، اي بوت ذا باك، حطيت الشنطة ما اسمهاش. طبعا بعد نقف في كلمة تو، يبقى النكست ايه؟ نكست تو مش بيهايند، نكست تو. نمبر 2 ذا بارك از، مكان كلمة اندر، ان هو بيقول لك ذا سكول اند ذا ميوزيم، ما بين حاجتين يبقى بتوين، بجيب لك ميكانيزم نقول ايه؟ بتوين. طيب هنا على كده بنكتويشن هنعمل التي عندنا كابيتال، ونحط على الاس على الواد اللي اسمه سامي كابيتال، وفي الاخر نحط نقطة. طبعا هنا عندنا السؤال ده مش لازم، التجارة في مصر مش لازم. نخش في آخر ليسون عشان يبقى انتهينا من الوحدة السابعة. كوبر معناها معدن النحاس، برونز معدن البرونز، ميترايت الحجر النيزكي أو النيزك، دجر معناها خنجر، هيفن معناها الجنة، ونميمة الجيران دي كلمة مش مهمة عندك في حاجة. ساينز معناها مناجم، اميزنجلي معناها من المثير للدهشة، جنب كلمة اميزنج، اجريكالتشرال معناها زراعي، سادلي لسوء الحظ، شيتس صفائح، كرافتس مين حرفيون، سولتس املاح، فاير نار، ثرو من خلال او عبر، display board لوحة عرض، mirror مرآة، before قبل، template معناها نموذج، fortune حظ، virtues اتعاد تاني معناها ثمين أو ذو قيمة، mine معناها يستخرج أو ينقب، decorate يزين، destroy يدمر، begin يبدأ، wear يبتدي، bring معناها يحضر. تعال نخش بعد كده في reading بتاعنا. ونخش في ريدنج في فوق كام سؤال كده. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1 نقط and the silver are important metals. حاجة ومعنى بيكون شيء مهم، يبقى هو يبقى الكوبر والسيلفر النحاس والفضة. Don't touch ذا، ما تلمس حاجة. You may burn yourself. ما تلمس حاجة هتحرق نفسك، يبقى fire الحريق. Number 3 She used the card balls to رسام قطع من الحاجات كده ملونة. تو نقط ذا كريسماس تري، يبقى ديكوريت يزين شجره الكريسماس. فارمرز الويز الفلاحون دائما يوز بيستخدموا نقط تولز، اجريكالتشرال تولز معناها ادوات زراعيه. ايرون ان انشنت ايجيبت، الحديد في مصر القديمه. وين ديد ذا انشنت ايجيبشن ستارت يوزنج ايرون، متى بدا مصر القديم في استخدام الحديد؟ ذا انشنت ايجيبشن ستارت يوزنج ايرون مور ذان 5000 years ago، بدا استخدام الحديد من 5000 سنه. Before iron، قبل الحديد، they worked with copper and bronze، كانوا بيستخدموا النحاس والبرونز. Where did they find iron؟ اين وجدوا الحديد؟ Amazingly، some of their early iron was from meteorites ancient Egyptian craftsmen made. A famous digger for Tutankhamun Tom from Amitrite. من المثير للدهشة إن بعض من الحديد الذي استخدموه من مصر القديم في البداية كان من النيازك. وصنع الحرفيون في مصر القديمة خنجر شهير لمقبرة توت عنخ آمون من النيازك. They also mined iron from the ground، وأيضا نقبوا عن الحديد من الأرض. But they found it quite difficult to use because it needs a very hot fire to melt. ولكن وجدوا ان لحد ما صعوبة في استخدامه لانه يحتاج الى نار شديدة الحرارة حتى يذوب، which often wasn't possible، وهذا لم يكن ممكنا في كثير من الاحيان. Why did they think iron was special؟ ليه كانوا بيعتقدوا ان الحديد في مصر معدن مميز؟ They thought iron was special because they believed it came from the sky because of the meteorites. They called it the metal of heaven. كانوا اعتقدوا ان الحديد مميز لانهم اعتقدوا حديد معدن نزل من السماء بسبب سقوط النيزك، فاطلقوا عليه معدن الجنة. For them iron was more precious than gold because it was rare، انه كمان كان اسمى من الذهب لانه كان اكثر ندرة.
أكثر مدة. What did they use iron for؟ استخدموا الحديد لإيه بقى؟ استخدموه في إيه؟ Early on the ancient Egyptians used the iron for small items، استخدموه في الحاجات البسيطة جدا، الحاجات الصغيرة like jewelry المجوهرات. Copper and bronze were common metals for tools because they were either too fine. كانوا بيستخدموا أكتر حاجة في الحاجات الشائعة في أدوات عندنا النحاس والبرونز، إن هما كانوا سهلين جدا في إن هما يجدوهم. But later on، ولكن فيما بعد، iron agriculture tools and weapons began to appear. بدأت الآلات الزراعية والأسلحة تظهر من الحديد. This was the result of the ancient Egyptian getting more iron through trade with other countries. نتيجة إن هما بدأوا يحصلوا على مزيد من الحديد من خلال التجارة مع الدول إيه الأخرى. General exercise on lesson 4 and 5. Heat the butter to knead it. سخن الزبدة عشان تعمل فيها حاجة يبقى ملت ذوبها. Number 2. They knead iron from the ground. هم حاجة الحديد من الأرض يبقى ماين معناها هينقب. Gold and silver are very precious. الذهب والفضة هم معادن ثمينة. Number 4. The knead uses iron to make metal tools. حد كان بيستخدم الحديد عشان يصنع منها ادوات to make metal tools عشان يصنع الادوات من المعدن. رجفتس من رجل الحرفي. نترجم meteorites النيازك، ايون الحديد، كوبر النحاس، فاير النار، كرافتس مين رجال حرفيون. رقم 1 they worked with نقط، هم اشتغلوا بحاجه اشتغلوا بايه؟ بالكوبر النحاس. نمبر 2 iron was from الايون الحديد جابوه منين؟ من ميتورايتس النيازك. نمبر 3 نقط made a famous digger، حد صنع الخنجر المشهور يبقى كرافتس مين رجال الحرفيون. نمبر 4 hot نقط to melt، عاوز حاجه سخنه عشان يذوب يبقى اكيد طبعا فاير. كان نبدا نخش في السؤال بتاع رتب. Did فعل مساعد زي يعني هم ايون يعني حديد using استخدم when متى start يبدا، يبقى نقول له when did، حط الفعل الفعل على طول زي using او when did they start using ايون، معناها متى هم بدأوا في استخدام الحديد. نمبر 2 سيلفا يعني الفضة، وينت ما كانش في الماضي، ماينس معناها ينجموا أو ينجم، زير يعني هناك، ميني كثير إن إيجيبت في مصر، يبقى نقول له زير وينت على طول. زير وينت ميني ماينس معناها ما كانش هناك عديد من التنجيم، او they weren't many silver mines، كانش هناك عديد من التنجيم عن الفضة in Egypt في مصر، يبقى they weren't many silver mines in Egypt، ما كانش فيه عديد من التنجيم عن الفضة في مصر. Number 3 نترجم Egyptians مصريون tools أدوات the ancient القديم برونز يعني المعنى برونز for lee use يستخدم making في صناعة، يبقى نقول له the ancient Egyptians المصري القديم used استخدم البرونز for making tools، استخدم البرونز في صناعة الايه؟ أدوات. وش بقى كيف السؤال اللي بعديه؟ The boy هايد الطفل استخبى طبعا أكيد خلف الباب، هنقرا زي قبل كده، يبقى مكان حرف الجر إن يبقى behind behind. نمبر 2 she not buys، هنا هي فعل رايت غلط، A silver ring yesterday، هي اشترت خاتم فضة امبارح، يبقى مكان فعل باي يبقى ايه؟ بوت، اشترى عشان فعل يسترداي ده في الماضي.
السؤال اللي بعديه بنكتويشن، هنعمل ال W كابيتال وفي الآخر فول ستوب. وبكده احنا انتهينا من الوحدة السبعة كاملة، يونت 7 بالكامل. ناقصك بس هديت لك ال important topics، المواضيع المهمة ancient Egyptian artifacts، وعندك عن ال animal in ancient Egypt. دول أهم two topics موجودين في اليونت الوحدة كاملة، هو عن القطع الأثرية المصرية القديمة وعن الحيوانات عند مصر القديمة. قلت لك في الآخر أنا هحل معاك الموضوع بتاع materials in ancient Egypt، المواد الخام في مصر القديمة، الجرانيت والجلاس. هقول لك بقى تعالى نحل مع بعض ونكتب مع بعض، طبعا نكتبه انت جنب بعض، ان هنا البتاع هينزل جنب بعض شوية. هنقول له اهو ال ancient او the ancient Egyptians، the ancient Egyptian المصريين القدماء use استخدموا جرانيت مكتوبة فوق اهو to make the pyramids أو to build، بلاش ميت، make to build the pyramids في بناء الايه الأهرامات. طيب كمان هقول له the ancient Egyptian مصر القديم، هقول له use استخدم الكوبر and bronze، البرونز كوبا، تو ميك ذا تولز في الصناعة. كمان هنقول له الانشنت انشنت ايجيبشنز المصريين القدماء يوزد استخدموا الايون الحديد تو ميك في صناعة الدجر الخنجر. تمام كده. ممكن كمان هقول له they used clay، استخدموا الكلي اللي هو الصلصال to make في صناعة البوتس الأواني الفخاري. اوكي كتبت معاك اهو عشان حضرتك تشوف بعينك، موضوع سهل جدا ما فيهوش أي حاجة صعبة، ده جاي في الامتحان بتاعك. طيب كده هسيب لك ده تعمله انت حضرتك واجب.